يعني كم مرة مثلا في حياتك ممكن تكون مش هقول تنزلت لكن اشتغلت لمجرد انك انت عايز فلوس؟ لا كتير، وده هدف كويس على فكرة، مش هدف وحش، بس المهم وانا بشتغل ساخن. ده صريح جدا، انا في كتير بسألهم السؤال ده يقولوا لي يعني العمل اللي ما يعجبنيش برفضه، خصوصا مرحلة النجوم. انت بقيت نجم خلاص. انا ارفض اي حاجة غلط، اي حاجة ضد القانون، اي حاجة ضد الاخلاق، لكن ارفض شغل. كان والدي الله يرحمه اول ما ابتديت اشتغل في السينما وبتاع اقول له جاي لي فيلم بس اعتذرت عنه لان الدور مش عاجبني، فيقول لي ما تشتغله، ما انت تعمل ده وتعمل ده، كان مثلا جالك شغل، الشغلانه دي صغيره والشغلانه دي كبيره وده يبقى ما. فانا طول الوقت شايف ان والدي عشان فكر المقاولات فهو بيوزنها بمقاولات الفن في المضمون وفيه الحاجات. بعد وفاته بفتره اكتشفت انه كان صح. انا مش معنى كده ان انا اروح اقف في الشارع اصور اي حاجه، لكن اما بيجي لي فيلم، الفيلم نفسه دوري فيه حلو، ممكن يبقى فيه عناصر موجوده مش شايفهم احسن عناصر، لكن انا اقدر اعمل اقصى جهدي في شغلي. فسبحان الله تلاقي الشغل ده، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. بالظبط، انا هعمل اللي عليا، اعمل اللي عليا. طب ايه المحظورات اللي عندك؟ يعني ايه الدور اللي ممكن تقول عليه لا؟ متحبش تتباس في السينما؟ لا مش القضيه، لكن انا في عندي لا شفت السؤال، متحبش تتباس انا لباس انا لباس لا احنا شفنا الفتره اللي فاتت في رجاله كانوا بيتباسوا بدعوى الحريه. دي مصيبه سود. في دين وجنس، الاثنين دول بالنسبه لي يعني تابوهات محرمات. ما ينفعش، ما ينفعش اللي ما احبش ولادي يشوفوه في البيت ما يشوفوهوش في شغلي. اللي ما كنتش احب اسرتي تشوفه وانا واقف على المسرح وشايف اسرتي بييجوا يتفرجوا، ما فيش لفظ، ما فيش كلمه خارجه. انا بعملش كده في البيت، هعمل كده في شغلي، وده اللي هيوصل لكل بيت بقى كمان مش بيتي بس. فده كنت حريص عليه. يعني في الاول رايحين فرحانين بتاع مش عارف ايه، فممكن حاجه بتتقال في الافلام الاولانيه اللي كنت عاملها او حاجه مشهد فيه مش عارف ايه بتاع حضن مش عارف الجو ده، ما قشطه ومية مية والحاجات دي. لا بعد كده لقيت عليا مسؤوليه بنت لذين. بالاضافه كمان ان في حاجات لو الناس قلدوني فيها، ودي كانت حصلت لي مره من ولد صغير قريبنا. كنت عامل حاجه كوميدي لطيفه كده مسلسل، وانا عامل مشهد ان انا بعمل برشام، رايح عندي امتحان في الجامعه، فطول الليل سهران بعمل البرشام ده. ورحت الجامعه نسيت اخد البرشام، فامي جابت لي البرشام، الواد نسي البرشام يا عيني وبتاع، جابه لي الامتحان. يعني مقصود بيه ضحك، مقصود بيه افيه. فوجئت ان واحده قريبتنا بتقول لي ابنها قعد كتب والواد في كيجي ولا في اولى ابتدائي ولا ايه، راح عمل ورق مطبق كده وعامل فيه شخبطه واخده معاه المدرسه وهو رايح. قد ما ده ممكن يضحك، لكن ده حسسني بمسؤوليه غريبه الشكل. يعني انا ممكن اي طفل يقلدني. فحتى واحنا بنعمل راجل وست ستات، شباب كتير بيكتبوا، فيكتبوا حاجه يقول هنجيب ميه نار ونعمل ايه، فنجيب البطاقه اقول لهم لا الكلام ده ما يتقالش، ممكن اي طفل يقلدني وانا بعمل ده. فبقيت حريص على ده، يبقى ازاي ما حدش يقلدني في تصرف زي ده. سن ولا خبره ولا ايه؟ خبره، ممكن خبره ولا تغير افكار ولا نضج؟ والله ممكن كلهم مع بعض. يعني يمكن انا ما حسبتهاش. ولا تدين؟ هو التدين في الاساس ليه علاقه بانك انت مؤمن بربنا ومؤمن باللي ربنا بيبعته لك ومؤمن بالرزق، وان لا حيله في الرزق ولا شفاعه في الموت. تمام، مش بقول لا ده اللبس ايه والتمثيل ايه والبتاع ايه، بس اللي برفضه لبيتي ارفض ان اي حد يشوفني وانا بقدمه. مالك يا مالك؟ في حاجه تعبك؟ ايه؟ ازمه الكلى. يمكن عندك جيوب انفيه؟ عندي الكلى. يمكن الاذن الوسطى، الاذن الوسطى. الكلى عندي الكلى، الكلى عندي الكلى، الكلى. هي السنانه ما بتسوس بتعمل كده فعلا. يا حبيبتي يا منى. حبك بورس. ايه؟ يا عيني يا منى. يا عيني يا منى، مش قادر اسمعك وانت بتتألمي يا منى. مش قادر اسمع صوتك وانت بتتألمي يا منى.
يا منى ما تقوليش اه يا منى اه اه دي ما تقوليهاش يا منى ما تقوليهاش اه يا منى بتقطع يا منى بتقطع بتقطع طب شوف دكتور اه دلوقتي هبقى احسن دلوقتي هبقى احسن